هي دي الاوفرلاب. الاوفرلاب بيبقى بتطلب من الوينج باك بتاعك او الفول باك بتاعك ان هو يتحرك في هذا المسار، واللاعب اللي معاه الكره يمرر الكره في هذا المكان. ادي بقى الاندرلاب. بصوا الفرق بينهم، الوينج باك بتاعك او الفول باك بتاعك بدل ما هيمسك الخط بتاع الملعب ويطلع من هنا، لا ده هو هيحاول يعمل موف انتو تشانل او يخش ما بين لاعبي الخصم. ده الفرق بينهم، دي اندرلاب ودي الاوفرلاب. في كلتا الحالتين بتطلب من اللاعب بتاعك ان هو يتقدم بسرعه لموقع هجومي خلف خطوط الخصم، ولكن في الاوفرلاب زي ما انت شايف كده بيجري في هذا المسار، انما في الاندرلاب بيجري من هذا المسار. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في حلقه جديده من سلسله حلقات شرح لعبه الفوتبول مانجر. هنستكمل ان شاء الله رب العالمين في الحلقه دي والحلقات اللي جايه باذن الله بالترتيب كده، الانستراكشنز او التعليمات الفريق، وبعدين ان شاء الله رب العالمين هندخل على ادوار اللاعبين تباعا بالترتيب وهكذا ان شاء الله رب العالمين. كل حلقه من حلقاتنا باذن الله هنحاول نقسمها حلقتين على حسب طول الحلقه، جزء هنشرح فيه وجزء هيكون عباره عن مباراه علشان نقدر نستكمل الكارير بتاعنا اللي احنا بداناه مع فريق ليفربول. ويلا بينا ندخل على الحلقه بتاعتنا. على عكس لعبه الفيفا او البيس اللي ممكن اي حد يلعبهم، انما لو عاوز تلعب فوتبول مانجر لازم تكون بتفهم كوره، لازم تكون عارف يعني ايه تكتيك، لازم تكون عارف يعني ايه ادوار اللاعبين وايه الفرق مثلا ما بين الهاف باك وما بين الديفنسيف ميدفيلدر، لازم تعرف يعني ايه بلاير تريد وازاي بتاثر على اداء اللاعب، لازم تعرف ازاي تطور مهارات اللاعب وازاي تحفزه، لازم تعرف ازاي احط حصص تدريبيه مناسبه للخطه بتاعتي، لازم اعرف ازاي احلل الماتش. كل ده هتلاقيه على قناتنا. التيم انستراكشن او تعليمات الفريق هي تعليمات تكتيكيه بتؤثر على اداء الفريق ككل. هنبدا ان شاء الله رب العالمين نشرح كل الجزئيات الخاصه بتعليمات الفريق، وهشرحها لك بتعمق اكبر شويه من اللي موجود في اللعبه علشان تبقى فاهم ازاي تقدر تعدل على هذه التعليمات بما يخدم اسلوبك التكتيكي او اسلوبك في اللعب. نبدا اول حاجه بالمنتاليتي او العقليه بتاعه الفريق. زي ما انتم شايفين كده العقليه بتاعه الفريق تتراوح ما بين فيري اتاكينج هجومي جدا او فيري ديفنسيف دفاعي جدا، وبينهم العقليه الحذره او العقليه المتوازنه او العقليه الايجابيه. نبدا بالعقليه الهجوميه اللي هي الفيري اتاكينج والاتاكينج. هتستخدم العقليه دي او هتدي انستراكشن للعيبه بتوعك ان هم يستخدموا هذه العقليه في حاله ان انت عاوز تسجل اهداف بسرعه، وده بيبقى عن طريق زياده الضغط على الثلث الاخير من الملعب. بتستخدم ايقاع سريع جدا علشان تقدر تخترق الخصم، وطبعا بتستخدم هذه العقليه في المباريات اللي انت بتكون فيها الطرف الافضل بمراحل عن الخصم بتاعك او خسران ومفيش قدامك اي خيارات غير انك انت تحاول انك تسجل اهداف. طبعا هذه العقليه الفيري اتاكينج تخلي بالك لان ممكن الخصم يعمل عليك هجمات مرتده بسهوله جدا. علشان كده لو انت ناوي تلعب بالفيري اتاكينج او الاتاكينج لازم اللعيبه بتوعك وخصوصا لاعبي خط الدفاع يتمتعوا بالبوزيشننج اللي هو التموضع، يعني بيعرفوا يقفوا في المكان الصح، ولازم يكون التاكلينج بتاعهم عالي جدا. نخش على العقليه البوزيتيف. البوزيتيف او الايجابيه لما انت برضو تكون الفريق الاقوى ولكن خايف برضو من الهجمات المرتده من خصمك، في الحاله دي بتخلي اللعيبه بتوعك يلعبوا بوزيتيف بعقليه ايجابيه. العقليه الايجابيه مختلفه شويه عن العقليه الهجوميه. احنا قلنا العقليه الهجوميه بتخلي ايقاع اللعب سريع جدا، لا في العقليه بقى الايجابيه او البوزيتيف بتخلي اللعيبه بتوعك يشتغلوا بصبر علشان ايجاد مساحه بين خطوط الخصم، وهتلاقي الوينج باك بتاعك سواء اليمين او الشمال بيتقدم الى الامام للاشتراك في الهجمات، ولكنه لن يفعل ذلك في المواقف بيبقى فيها خطوره، يعني مش هتقدم للامام الا اذا كان واثق تماما ان هذا التقدم لن يشكل خطوره عليه. العقليه المتوازنه دي اللي انصحك انك تبدا بيها جميع المباريات بتاعتك لغايه ما تقيم حاله خصمك ومدى جوده اداء فريقك، وتبدا بناء على هذه المعطيات تغير عقليتك تخليها هجوميه او تخليها دفاعيه. ندخل على العقليه الحذره. في العقليه الحذره بستخدمها لما اكون متوقع ان انا هخسر الاستحواذ. بتخلي اللعيبه زي ما انتم شايفين كده خلف الكوره في اثناء الدفاع، ولكن في نفس الوقت هيقوموا بامداد لاعبي الهجوم بالكور السريعه بتمريرات سريعه في الثلث الاخير من الملعب، حاجه كده اشبه
بالكونتر اتاك. اللعيبه في العقليه الحذره هتميز ان هي تحافظ على الشكل الدفاعي وان هم يكونوا اكثر عمقا في اثناء اللعب، يعني هيبقوا متراجعين للخلف شويه. نيجي بقى للعقليه الدفاعيه والدفاعيه جدا. في الحالتين دول انت بتستخدمهم لما يكون خصمك حطك تحت ضغط شديد جدا، بتحاول تبطئ من ايقاع اللعب، بتحاول تحبط الخصم من خلال انك انت بتقلل المساحات المتاحه للاعيب الخصم، بتحاول تحافظ على الكوره وتدور الكوره ما بين لاعبيك اكبر فتره ممكنه، وبتحاول تضيع الوقت قدر الامكان. ما ينفعش طول المباراه تلعب بهاتين العقليتين، لانك لو بدأ مباراتك حتى لو بتلعب قدام فريق قوي جدا وبدأ كل مبارياتك بعقليه دفاعيه جدا، فانت كده هتحط نفسك تحت ضغط شديد جدا وغالبا هتخسر المباراه. فلو انت بتلعب قدام فريق قوي، ابدأ الاول بعقليه متوازنه او ابدأ بعقليه حذره، وبعد كده وصلت لغايه اخر المباراه وانت متعادل وخلاص الوقت المتبقي من المباراه وقت قليل، ممكن تبدأ تحول عقليتك لعقلية دفاعية. أظن إحنا كده شرحنا المينتاليتي وإمتى نستخدم كل عقلية منهم. ندخل بقى على الجزء الثاني من تعليمات الفريق وهي أثناء الاستحواذ. أول جزء وهي بيقول لك الأتاكينج ويدز، دي هتلاقيها تتراوح ما بين الوايد إكستريملي وايد يعني واسع جدا، أو فيري نارو يعني ضيق جدا. تعالوا نشرح الفرق بينهم على البورد عندنا. لو انا هلعب وهخليها فيري وايد او واسع جدا، هتلاقي الباك اليمين بتاعك والباك الشمال بتاعك بيمسكوا الخط بتاع الملعب وبيحاولوا يوسعوا اللعب على قدر الامكان. طبعا لازم عشان تلعب بهذه الطريقه يكون اللعيبه عندهم قدره جيده على التمرير الكوره، لان زي ما انت شايف كده الكوره هتقطع مسافه كبيره علشان توصل من صانع الالعاب بتاعك لاحد لاعبي الاجنحه. كل ما هتضيق المساحه الهجوم بتاعتك زي ما احنا شايفين مثلا في الصوره دي، هتلاقي ان انت ابتديت تلعب في المناطق المركزيه، يعني ما بقتش بتلعب على الاجنحه سواء الجناح اليمين هنا او الجناح الشمال. ده طبعا هيؤدي الى ازدحام الملعب. هتلاقي المنطقه اللي اللعيبه بتلعب فيها منطقه ضيقه زي ما انت شايف. في هذه الحالة لازم اللعيبة بتوعك يتمتعوا برؤية جيدة، صانع الألعاب على وجه الخصوص لازم يكون عنده فيجن عالي، ولازم يكون التيم وورك بتاع الفريق كله يكون تيم وورك عالي بينهم علشان هتلعب في مناطق ضيقة. نيجي لنقطة تانية اللي هي الباص انتو سبيس. الباص انتو سبيس انت بتوجه اللعيبة بتوعك ان هم يلعبوا في المساحات المفتوحة زي ما حورها لكم كده على البورد دلوقتي. بتطلب من صانع الالعاب بتاعك ان هو يرفع الكور في المساحات الفاضيه، المساحات الخاليه اللي هي خلف ظهر المدافعين، وبيبدا اللاعب بتاعك يتحرك ورا الكوره في هذه المساحات الخاليه. لو انت ناوي تستخدم هذه الانستراكشن اللي هي الباس انتو سبيس، لازم تكون مدي انستراكشن او مدي تعليمه للفول باك بتاعك او الوينج باك بتاعك ايا كان الاسلوب اللي بتلعب بيه، لازم تكون مديله تعليمه اللي هي جيت فارذر فورورد اللي احنا كنا شرحناها قبل كده، اللي هي تقدم للامام كلما كان ذلك ممكنا. يعني ما ينفعش تبقى قايل للفريق بتاعك باص انتو سبيس وتبقى مثلا مدي تعليمه للعيبه بتوعك ان هم هولد بوزيشن، يفضلوا في مواقعهم ورا ما يتقدموش لقدام. عشان استخدم الباص انتو سبيس لازم تكون اللعيبه عندها انتسيبيشن او عندها التوقع عندها يكون عالي، وطبعا القدره على التمرير تكون عالية. تعالوا ننزل على المربع دوت ونشوف. هبدأ من عندي هنا من حاجة اسمها overlap right و overlap left او underlap right و underlap left. وتلاحظ ان انا لو استخدمت overlap right ما ينفعش استخدم معاه underlap right، لازم واحدة منهم تكون هي المتفعلة. طيب ايه الفرق ما بين الاتنين؟ هي دي الاوفر لاب. الاوفر لاب بيبقى بتطلب من الوينج باك بتاعك او الفول باك بتاعك ان هو يتحرك في هذا المسار واللاعب اللي معاه الكره يمرر الكره في هذا المكان. ادي بقى الاندر لاب. بصوا الفرق بينهم. الوينج باك بتاعك او الفول باك بتاعك بدل ما هيمسك الخط بتاع الملعب ويطلع من هنا، لا ده هو هيحاول يعمل موف انتو تشانل او يخش ما بين لاعبي الخصم. ده الفرق بينهم، دي اندر لاب ودي الاوفرلاب. في كلتا الحالتين بتطلب من اللاعب بتاعك ان هو يتقدم بسرعه لموقع هجومي خلف خطوط الخصم،
ولكن في الاوفرلاب زي ما انت شايف كده بيجري في هذا المسار، انما في الاندرلاب بيجري من هذا المسار. طبعا واضح علاقة الاوفرلاب والاندرلاب بالاتاكينج ويدز. لو انا هلعب وايد يعني بلعب بعرض الملعب كله، فيستحسن ان انا استخدم الاوفرلاب. الاوفرلاب زي ما انت شايف، لو انا هلعب نارو ضيق، احنا قلنا لما بتيجي تلعب نارو بيبقى اغلب اللعيبة بتتمركز في منطقة الايه الوسط، يبقى في هذه الحالة استخدم الاندر لاب. وحاجة تانية حابب اقول عليها، لو انا هستخدم الاوفر لاب لازم يكون الوينج باك بتاعي اللي هو دوت الكروسنج عنده عالي، لانه بعد ما هيستلم الكرة في هذا المكان هيبقى عنده الفرصة ان هو يعمل كروسنج للعبة الهجوم اللي جاية من ورا، فلازم طبعا تكون الكروسنج عنده عالي. يعيب الاوفرلاب بس حاجة واحدة، ان المدافع بيبقى شايف الاتنين اللعيبة، بيبقى شايف اللعيب اللي معاه الكرة وشايف اللعيب اللي بيتحرك لقدام، فبيقدر يتنبأ بسهولة بحركة الكرة ويحاول ان هو يقطعها. في الاندرلاب لاعب الخصم ما بيشوفش الوينج باك بتاعك بعد ما بيتحرك من ورا ظهره. استخدم الاندرلاب لو عندك وينج باك عنده الفينشنج عنده عالية او اللونج شوت عنده كويسة. في الحالة دي لما بيقدر يستلم الكرة في هذا المكان ممكن ينهي الهجمة ويشوط على المرمى. نيجي لنقطة فوكس بلاي داون ذا رايت. هنا بنشجع اللعيبة ان هم يركزوا هجماتهم من ناحية اليمين، او العكس لو قلت له فوكس بلاي داون ذا ليفت، اللاعب هنا بيبتدي يركز هجماته من ناحية الشمال. فوكس بلاي ثرو ذا ميدل، اللعيبة هنا هتركز هجماتها من منتصف الملعب. وهنا زي ما انت شايف ما ينفعش اركز هجماتي من المنتصف ومن اليمين في نفس الوقت، لازم لو انا اخترت المنتصف مش هقدر اختار اي جهة من الجهتين، ولا اليمين ولا الشمال، ولكن يمكن ان انا استخدم اليمين بس او اليمين والشمال او حتى الشمال بس. نيجي هنا بلاي اوت اوف ديفنس، انت هنا بتشجع المدافعين بتوعك ان هم يباصوا الكرة او يحاولوا يخرجوا بالكرة من منطقة الجزاء بتاعتهم اكتر من ان هم يحاولوا يعملوا كلير او ينظفوا الكرة او يعملوا كرات طويلة للمهاجمين. فانت شوف الاستايل بتاعك انت بتلعب بأني طريقة. لو انت بتلعب على الاستحواذ فطبعا لازم تكون مفعل الخيار دوت اللي هو بلاي اوت اوف ديفنس، علشان ما تفقدش الكرة بسهولة. لو المدافعين بتوعك عملوا كرات طويلة للمهاجمين وارد جدا ان الكرة تتقطع في النص، فانت هنا بتشجعهم ان هم يباصوا لبعض الكرة. وكذلك لو انت بتعتمد على خطة بتستخدم فيها الاجنحة الجناحين، العب على احد الجناحين. لو انت بقى زيي بتفضل اسلوب التيكي تاكا فلازم تشيل كل دوت، لان التيكي تاكا زي ما اتفقنا هيعتمد على التمريرات القصيرة، ولا انت هتحتاج تعمل اوفرلاب ولا انت هتركز على جهة معينة من جهات الملعب. الباسنج بتتراوح من ماتش شورتر زي ما انتوا شايفين قصيرة جدا، او اكستريملي دايركت. لو انت عملتها اكستريملي دايركت فانت بتشجع اللعيبة بتوعك ان هم ينقلوا الكورة باسرع وقت ممكن مع تغطية مسافات كبيرة بالكورة، بمعنى ان اللاعب دايما هيدور على اللونج باس ينقل الكورة بسرعة من المنطقة الخلفية لمنطقة الهجوم، وده طبعا زي ما انتوا عارفين هيتناسب مع الناس اللي بتلعب الكونتر اتاك. ولكن لو انت بتتبنى اسلوب اللعب من الخلف واللعب بصبر زي اسلوب التيكي تاكا، فلازم تخلي الباسنج دايركتنس بتاعك ماتش شورتر. يبقى لما انا بشجعهم ان هم يلعبوا شورتر او ماتش شورتر، فانا هنا بحتفظ بالكرة اطول فترة ممكنة. ننزل على تيمبو. التيمبو او الايقاع، زي ما هو واضح من الاسم كل ما بتزود الايقاع كل ما بتطلب من اللعيبة ان هم يتصرفوا في الكرة اسرع وينقلوا الكرة بشكل اسرع، يعني اللعيبة مش هتقعد على الكرة فترة طويلة، اللاعب اللي يوصل للكرة هيحاول يمررها في اسرع وقت ممكن. ولكن خلي بالك لو انت هتستخدم تيمبو بشكل عالي زي ما احنا عاملين كده في الصورة، فده يستلزم من اللعيبة بتوعك ان يكون الورك ريت بتاعهم عالي، لان هم هيبذلوا مجهود اكبر، ان يكون التكنيك بتاعهم عالي، والفيرست تاتش والاوف ذا بول لازم تكون عندهم المهارات دي عالية.
والا لو هما ما عندهمش هذه المهارات بشكل مرضي بشكل كويس، هتلاقيهم بيفقدوا الكرة بسهولة وبيتسرعوا في الكرة، فهتلاقي ميس باص عندك كتير. الحاجة الأخيرة اللي هي التايم ويستنج، شرح نفسها، اللي هي تضييع الوقت. هنا نيفر، يعني ما نضيعش الوقت أبدا. كل ما أجيبها ناحية اليمين أكتر فده معناه إن أنت بتطلب منهم إن هم يضيعوا الوقت أكتر. طبعا ما تستخدمش هذا الأسلوب إلا إذا كنت منتصر مثلا بفارق هدف مثلا وبتلعب قدام خصم قوي نوعا ما فبتضيع وقت، ولكن لو هتلعب بالتايم ويستنج دي فترة طويلة فده برضو هيعرضك ان انت تفقد الكرة بسهولة. فدايما تحاول توازن بقى في هذه الخيارات بين اسلوبك التكتيكي وما بين مجريات اللعب اثناء المباراة، وتقرر على اساسهم ايه الانستراكشن اللي انت تستعملها في مبارياتك. حابب هنا اوريكم حاجة في التيمبو، وبص هنا على الانتنسيتي او الشدة او مدى الجهد اللي اللعيبة هتبذله. نلاحظ لما التيمبو يبقى واطي هنلاقي هو ده معدل الشدة. طيب تعالوا كده نرفع التيمبو عندنا، نخلي اللعيبة تلعب بإيقاع أسرع شوية، هلاقي الشدة هنا بتزيد. فزي ما قلنا لو انت هتلعب بتيمبو عالي لازم يكون عندك لعيبة الورك ريت بتاعهم والمهارات البدنية بشكل عام تكون عالية. نيجي عند الفاينل سيرد ونبص هنا على اللو كروسز. اللو كروسز زي ما هي من اسمها كده واضح، بتلعب كروسات منخفضة او على الارض تقريبا. لو انت عندك مهاجم مفتقد الى الحجم الكبير او ما يقدرش يعمل التحامات بدنية عالية ولكنه اسرع من مدافع الخصم، ففي هذه الحالة هتبقى اللو كروسز بالنسبة له اكثر فائدة. الوايد كروسز بتطلب من اللعيبة بتوعك ان هم يسلموا الكروسات للمهاجمين ولكن بسرعة، تبقى الكرة فيها قوة وممكن يبقى فيها شوية انحراف شوية، ده علشان تصعب على المدافعين ان هم يتعاملوا مع هذه الكروسات. في الفلوتد كروسز انت بتطلب من اللاعب ان هو يرفع الكرة يرسلها تبقى مرتفعة لو انت عندك مهاجم متميز في ضربات الرأس، او بتدي وقت للمهاجم عندك لو هو بيتمتع بحركة جيدة انه يقدر يهرب من الخصم اللي بيراقبه ويروح في مساحة يقدر يلعب الكرة براسه بطريقة جيدة. فانت شوف انواع المهاجمين اللي انت بتلعب بيهم. لو انت مثلا عندك لاعب تارجت مان يمتلك مهارات بدنية عالية وضربات الرأس عنده مميزة، فخلي المدافعين او لعيبة خط الوسط يستخدموا الفلوتد كروسز. لو انت عندك بقى مهاجم سريع فطبعا استخدم اللو كروسز. لو انا استخدمت بقى الميكسد فدوت بتدي اللاعب اللي بيرفع الكروس الحرية ان هو يتصرف في الكرة كيفما يتراءى له. لو انا استخدمت الشوت اون سايت فانت بتطلب من اللعيبة ان بمجرد ما تتاح لهم فرصة للتسديد حتى لو من مسافة بعيدة فان هم يسددوا، يعني ما يستنوش الكرة. على عكس في الورك بول انتو بوكس انت بتطلب من اللعيبة ان هم يلعبوا الكرة بصبر، يعني يمرروا الكرة لبعضهم ويستنوا لغاية ما تتاح لهم فرصة او تتفتح مساحة في دفاع الخصم ان هم يخترقوا منها. طبعا تختار دوت او دوت برضو بناء على اللاعبين اللي معاك. لو انت عندك لعيبة عندها شوت فروم ديستانس، يعني بتشوت من مسافات بعيدة واللونج شوت عندها عالي، فيفضل ان انت تستخدم الشوت اون سايت. لو انت اللعيبة عندك بتتمتع بمهارة الدريبلينج، يعني بيعرفوا يمشوا بالكرة كويس، بيعرفوا يخترقوا كويس، عندهم الفلير والمهارة عندهم عالية، فاستخدم الورك بول انتو بوكس. بالنسبة لهيت ايرلي كروسز فانت بتطلب من اللعيبة ان بمجرد ما توصل لهم الكرة يرفعوا كروسات باسرع وقت ممكن، وده برضو لو انت بتلعب بتارجت مان. نيجي على بلاي فور سيت بيسز، بتشجع اللعيبة هنا ان هم يحصلوا على ضربات حرة مباشرة، يحصلوا على ضربات ركنية، يحصلوا على اوت. طبعا دوت بيساعد على انك انت تبقى محتفظ بالكرة اطول فترة ممكنة، واستخدم هذه الطريقة لو انت بتلعب على الاستحواذ، يعني بتدور ان انت تبقى مستحوذ على الكرة اكبر فترة ممكن. نيجي عند الدريبلينج، عندي هنا دريبل ليس، انت هنا بتشجع اللعيبة ان هم يدوروا على الباص او يدوروا على التمريرة اكتر من ان هم يمشوا بالكرة.
احنا متفقين ان كلمة الدريبلينج معناها ان هو يمشي ومعاه الكورة. لما تقول له دريبل ذس، فانت هنا بتطلب منه ما يمشيش بالكورة كتير ودايما يدور على زميله علشان يمرر له الكورة. هنا الرن ات ديفنس، بتطلب هنا من اللعيب بتاعك ان هو يجري على قدام او على منطقة جزاء الخصم اكثر من المعتاد، اكثر من الخطة ما بتسمح بيها. لو انت طلبت من اللعيبة بتوعك ان هم يعملوا run at defense، لازم يكون اللعيبة عندك يكون الكرياتيف او الابداع عندهم عالي، مهارة الفلير تكون عالية، ومهارة الديسيجن او اتخاذ القرارات بتاعتهم تكون عالية. نيجي عند اخر حاجة في الان بوزيشن، وهي الكرياتيف فريدم. لما بتقول له be more expressive، فانت بتشجع اللعيب بتاعك ان هو يكون عنده اكثر حرية واكثر ابداعا، يعني يقدر يتحرك بعيدا عن الموقع بتاعه، يقدر يتصرف بالكرة بعيدا عن التعليمات التكتيكية اللي انت مديها له. ودي طبعا زي ما اتفقنا، لازم يكون عندك لعيب الديسيجن بتاعه عالي ومهاراته عالية. على عكسها بقى، لما بتقول له خليك اكثر انضباطا، انت هنا بتطلب من اللعيب انه هو يلتزم بالاداء التكتيكي بتاع الفريق وما يتصرفش من تلقاء نفسه. وخلي بالكم يا جماعة هنا من حتة صغيرة، مش معنى ان بي مور اكسبريسيف يعني خليك اكثر ابداعا ان دي حاجة حلوة فانا اطبقها. قلت لك لازم تبص على اللعيبة اللي عندك. ما ينفعش ادي انستراكشن للعيبة واللعيبة ما عندهاش الامكانيات اللي تنفذ بيها هذا الانستراكشن او هذا التعليم. هو حتى لو انتوا بصين هنا كده، مطلوب منهم لازم يكون الفيجن اللي هي الرؤية والفلير اللي هو ذوقهم في اللعب او ابداعهم في اللعب، او بنسميها بالعامية الحرفنة بتاعتهم، لازم تكون عالية. فما يبقاش عندي لعيبة بقى ما عندهاش فيجن ولا فلير واقول له بي مور اكسبريسيف. الجزء الثاني من حلقتنا النهارده ان شاء الله رب العالمين، ماتشنا مع تورينو. الفريق زي ما انتم شايفين كده ما عملناش فيه تعديلات كتيره. لما بتظهر الشاشه دي قبل المباراه نخلي بالنا منها، لانها بتقول لك مدى رضاء لاعبيك او عدم رضائهم عن الدور المكلفين بيه اثناء المباراه. فلما تلاقي اي رساله مكتوبه باللون الاحمر، فالرساله دي لازم تتقري كويس. هنا فيرمينو غير راضي عن الدور بتاعه، لان الانستراكشن بتاع الفريق بيقول له شوت اون سايت، وزي ما عارفين فيرمينو لسه ما تخلصش من التريد بتاعته اللي بتقول له تجنب التسديد من مسافات بعيده. بداية المباراة ان شاء الله نأدي اداء طيب النهاردة. كرة من ناحية الشمال توصل للباك الشمال روبرتسون، يرفع الكروس ولكن يتقطع. كروس تاني من روبرتسون يتقطع مع الكرة من ناحية الشمال، هيرجعها اكيد لكامافينجا، وكامافينجا يسدد تسديدة حلوة. ضربة مرمى ليهم، ودايما الخطأ الشائع ارسال الكرات الطويلة اللي بتتقطع. عشان كده دايما افضل ان دايما حارس المرمى يلعب للباكات اللي قدامه. كرة كويسة، واضح ان الناحية الشمال عندنا اكثر نشاطا. حلوة، تطلع ضربة ركنية. اوت من ناحيه اليمين، عرضيه حلوه وتسديده احلى لكن ينقصها الدقه. مش هنعلق كتير على الماتش دوت، انا حاسبكم تتفرجوا عليه، وهتدخل بس يعني لو لقينا كوره تستاهل ان احنا نتكلم عنها.
حابب اسمع تعليقكم على الاداء واسمع النصايح بتاعتكم في طريقة اللعب وفي التشكيل بتاع الفريق. يا ريت تسيبولي الكلام دوت في التعليقات. في الكرة دي أليسون بيكر عمل هجمة مرتدة بالرغم ان هو مفروض بيسلم الكرة للمدافعين بتوعه، بس للأسف مانيه حب يركن الكرة، محبش يشوطها بقوة. وهنا يتضح الذكاء التكتيكي للاعب اللي هو أليسون بيكر، ان هو شاف ان الافضل ان هو يخالف التعليمات المعطاة ليه لانه هيحقق بيها هجمة مهمة. هنا زي ما احنا شايفين أليسون بيكر بيقوم بدور السويبر جول كيبر. واضح ان احنا بنفتقد الدقة في التصويب، وده لازم نعالجه من خلال التدريبات بتاعتنا. ركن الكرة حلو جدا ويسجلوا الهدف الاول بالرغم ان هي هجمة وحيدة. يمكن احنا لو احنا هنشوف الاحصائيات بتاعة المباراة ما بين الشوطين هنلاقي ان هما ما عملوش شوت اون تارجت الا مرة واحدة اللي اسفرت عن الهدف، فوارد جدا تكون بتلعب كويس وتكون مسيطر على المباراة ولكنك تخسر هذه المباراة. تمريرنا للكرة انا شايفه بيؤدى بشكل طيب جدا، حلوة حلوة، كرة جميلة، هي دي اللي بندور عليها. يلا الكروس، كالعادة تسديدة غير متقنة. حارس المرمى عندهم ملعبش كرة صح وصلت للمهاجمين بتوعه، وده طبعا خطأ في تكتيك الفريق لازم يتعدل. ايوه اضغط عليه اضغط عليه، ايوه بالظبط كده، ادي الضغط اللي بيولد اخطاء. ايوه كرة حلوة جدا، للأسف برضو كالعادة. معرفش ايه السر في عدم دقة التصويب بتاعنا، احنا لازم نرجع للتريننج بتاعنا ونزود شوية التريننج الخاص بالتصويب.
انتهى الشوط الاول، وزي ما انتم شايفين الاحصائيات بتدل على ان احنا شايطين اكتر منهم بكتير، وهم شاطوا شوطه وحيده سجلوا منها هدف. هنجري بعض التغييرات، انا شايف فيرمينو ما بيأديش بشكل طيب، هنشيله وانزل اوريجي ونشوف كده هيحصل ايه بعد ما نعمل التعديلات بتاعتنا والتغييرات بتاعتنا. وكذلك محمد صلاح برضو ما أدش الشوط الاول كويس، هكلمه هنا محادثة فردية واقول له ان انت لعيب كويس، انا مستني منك تأدي اداء افضل من كده. بيلعبوا بتلاتة مدافعين في خط الظهر بتاعهم، وده خالق طبعا كثافة عددية زي ما انتم شايفين كده، فبيبقى الحل الوحيد ان احنا نلجأ الى الاجناب. كرة كويسة، ايوه ادي الباك الشمال صح كده، جون جميل جدا. اهو ده التغيير بقى، الواحد بيبقى سعيد لما يعمل تغيير، وهذا التغيير يثمر فعلا عن هدف. شلنا فيرمينو وحطينا اوريجي، كنا شايفين ان اوريجي هيكون اكثر فعاليه قدام المرمى، وده اللي حصل فعلا. حلوه جدا، هدف التعادل. كالعادة الكرات الطويلة اللي هي لا تؤدي إلى أي نتيجة إيجابية، وإحنا برضو هو عندنا ميس باس برضو. حلوة كويسة، تسديدة برضو كويسة لا بأس بيها. اوفر كويس، الله يا اوريجي، جون جميل جدا، ما خيبتش ظني فيك يا اوريجي، حلو جدا. بالرغم من انه ماتش ودي، انما الفوز في الماتشات الودية مهمة لرفع الروح المعنوية للعيبة عندك. كرة حلوة الكسندر، الله، صاروخ لا يصد ولا يرد، جون جميل جدا. انا في رأيي الشخصي بعتبر الكسندر ارنولد من افضل الباكات اليمين اللي موجودة حاليا في العالم كله. داخلين تقريبا على الدقيقة 60، هنجري بقى برضو بعض التغييرات شوية عشان ندي فرصة
لعدد كبير من اللعيبة إن هي تشترك في المباراة. ونغير شوية من تكتيك الفريق، هلعب اتنين مهاجمين واسحب لاعب من لاعبي الوسط.
انتهت المباراة، وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. أتمنى لو الحلقة عجبتك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. أشكركم وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.